معاك واحد طلاب بكت معاك فيديو ماكو وكابتن ما توقعت اسقلنتك فيديو جديد من كاي مود الحلقة السابعة. فاليوم راح نلعب ثلاث مباريات على ما اعتقد. فيا جماعة اول شيء يعني حاب اقول لكم اني انا عدت الكاري ويعني ممكن اقولكم هدف من هذاك الكاري، لكن هذاك الكاري عدته بسبب يعني لاني بعت دوناوما ويعني كنت اسوي اشياء غلط بالمرة. فأول شيء يا جماعة يعني تعاقدنا مع يعني لاعبين نفس لوكشو و فايخو نفس الماء اللي طافت، وأيضا اشترينا فقير وألينا، وأيضا يعني ما اشترينا حد هاني يعني ويضا يعني عندي حفظت عندي 30 مليون عشان يعني عشان يعني اللي هو سوق الانتقالات الجاية. فأنا بحاول أنزل معها السلسلة بشكل كبير، و يعني هاي الملاعبين اللي خطط إني أشتريهم نهاية السنة. فيا جماعة أبغي أقول لكم شيء، لأن ها اللاعب هذا اللي هو جوتسكا يعني بصراحة اوكي بينتهي عقده بعد 11 شهر، يعني بينتهي عقده في الصيف الجاي. فانا هحاول انزل جري مود بشكل كبير جدا. اوكي يعني صادق او هذا دوناوما دوناوما ما راح ينباع. ما أيضا كلاب ويا ما راح ينباع ما راح ينباع. في عرض لجوستافو غوميز صح. منو انت روح روح، منو انت اصلا؟ اوكي ف راح انت تسوي سكيب لين ما مل عرض لها كان لا ما بنقبل، ويضع عرض لمانيجولي ما ايضا ما راح نقبل. رف رف عرض يعني بصراحة عشان ما مان سيتي قليلة جدا. فخلنا نشوف يعني بدلائنا اوكي يعني صعب ان اتوقع ان بعنا هو جوميز. لا ما انباع، تعطلت مفاوضاته. لا تدعين ريمس يرضي يتعاقد مع اللي هو من اشرف حكيمي. بس كيف حق الوقت تسع شيء حد عقده معه. باتريك كوتون لا ما ينباع ما ينباع. عندنا بقى قوي جدا اسبوع يعني خلينا نشوف يعني موسم بنشوف يعني تقويم ايضا عندنا بقى في لاتسيو
ماشي، وخلينا عن جوكو يعني نشوف بقى اللي بلعبه. بلعب ضد لذيذي لاتزيو، وبلعب ضد سبال. فخان ده بلعب هاي مقدر يتدرب. شو اللي صار؟ شو اللي حصل؟ كيف ده كوتوني؟ لا علينا يعني موجود. رقم درب يعني لوكاتيلي. لوكاتيلي حاجة يعني بدأ باللي هو لوك شو. يلا يلا درب درب على طول. خلينا نطور شوي نطور شوي، ان شاء الله يعني في الايام الجاية يكون يعني طاقتها عالية جدا. فوق بعد يعني بيكون عارف حق أشرف حكيمي. طيب صراحة بتحدث عن لوديو بإشادة إشادة يا أخي، نشيد الفريق الخصم عن بعض ميلان. احنا مين؟ اوكي عنا بعض لازيو. لازيو في تلف بلعب ضيف، بلبس لبسنا الأسود اللي لحظات على بداية المباراة المنتظرة اللي خطفت كل الأضواء في الفترة الأخيرة. ما في كلام، ما في حديث، وصلنا الآن للحظات الأخيرة قبل بداية المعركة في ميدان أرضية الملعب هنا بين أقدام اللاعبين. المباراة اللي بدأت منذ فترة في وسائل الإعلام. موعدنا ان تتجدد مع حضراتكم في كرة القدم، ومن خلال هذه المباراة، هذه اجمل ورق تحية مني محدثكم فارس عوض للتعليق على هذه المباراة. ايضا يعني هذا الفيديو يعتبر ثاني مباراة مثيرة لنسور روما، نادي لاتسيو امام نادي يعتبر ثاني امام خلونا نمر بشكل سريع على الفريق الضيف في مباراة اليوم. لا الفيديو الثاني هذا يعني لو انتم ما شفتوا الفيديو الاول فانا تشوفون الفيديو في مقطوعة حلقة 34. اوكي فريق نانسي يريد ان يضيف فوزا جديدا لرصيد اليوم. عندي سيلفا يعني عبد سجلت هدفين في المباراة السابقة، لعبنا ضد كالياري فزنا 3-0، ولعبنا قبلها ضد كروتوني فزنا ايضا مباراة اليوم تلعب في العاصمة الايطالية في روما على ملعبها الاولمبي، الملعب الذي استضافه اولمبياد 1960 الصيفية واللي ما زال يحتفظ بتصميمه وتقاليده، ملعب اللي يلعب عليه ناديي العاصمة روما ولاتسيو. نحن على موعد مع الإثارة في مباراة اليوم، الفريقين هما من بين أفضل الفرق على الساحة الكروية العالمية. هذه تشكيلة الفريق صاحب الأرض، واضح من الرسم التكتيكي بأن الفريق حيلعب بطريقة 3-5-2 الطريقة التقليدية. واحد من الفرق المعروفة بأسلوب لعبها بالاعتماد على الضغط العالي في حالة فقدان الكرة، وبالتالي ما يترك مجال للخصم في التفكير في خطواته المقبلة، ودائما أندريس سيلفا. لا 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 يا أندريس، كان يتقدم كان يلعبها وكا أندريس سيلفا وكا سوسو. سوسو يسجل، سوسو 1-0. سوسو تشي اللي بمبلغ نبيل فقير شايك في الفكرة وهيكا هيكا 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 لكن عندي سل حياة الهجوم في هذه اللحظة.
واي كالا سيد دوناروما يخلص اي منتخب نعود للملعب الاولمبي في روما وانطلاقه الهدف مهم لفريقه كان هدف التقدم في الشوط الاول واي كالا سيلفا واو 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 علينا 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 وايكا وهدفاني من عندي سيلفا اتوقع انها كان مصاب كان مصاب اتوقع حذر مطلوب عدم التراخي ايضا لان الوقت مازال كافي للعوده هدف يوسع الفارق مش اعتاد وايكا وايكا ممتازة 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 هذا سيلفا هذا سيلفا هذا سيلفا علينا يسجل الهدف التالي علينا يعطي دب على طول الله عليك يا علي يسجل الهدف الثاني له في الموسم هدف متاني 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 الملعب الملعب وحشي نبيل فقير فقير بلنتي 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 كان موجود بلنتي على امريكا اوكي نبيل فقير نبيل فقير نبيل فقير والتسديدة والهدف الرابع نبيل فقير يسجل الهدف الرابع لمصلحة فريقنا في الدقيقة 82 والله ما انتظر اي تشيتنج اربعة صفر اربعة صفر خلينا نبدل علينا وندخل يعني سيسي ما ادري شو اسمه سيسي يا سيسي خلينا نقول فرانك لحظات اخيرة نشاهدها النتيجة نفس المباراة كوقت بديل لوكاس لوكاس ليفا عرضية مرت من الجميع مرت الكرة لم تجد من يقابلها في الجانب الآخر لوكاس بيليا لوكاس بيليا وتبدأ المباراة على طول بنتيجة 4-0 خلينا نشوف الأهداف سيلفا وصلت الكرة لحارس المرمى خلف المدافعين ينطلق بالكرة الله على المهارة والتصويبة خطيرة اوكي 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 اللاعبين ممتازين قاموا يتطورون حسام مصاب هكان بيغيب لخمس ايام ما يعني صح يعني اوكي اوكي يا تبا اوكي فعنا عندنا بويني فعنا كونتيو عندنا مالا منو بس خير دخل بويني يعني فخر تشوفه يعني كم عمر بوميني 26 اوكي زين زين ممكن يعني نبيع نستفيد من المبلغ يعني بصراحة
نقول في عوم محتمل ان هذا منتخب شيء ممتاز، لكن يعني بصراحة ما يعني ما يهمني حاليا، فحاليا يعني بلعب ضد. اوكي اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، هذه اجمل تحيه مني محدثكم فارس عوض، ويسرني بان التقي مع حضراتكم في هذا اللقاء، ولنتمنى بان نكون مليئا بالاثاره والمتعه. من افضل الملاعب مباراه يوم تجمع العريق ميلان احد اكبر الانديه الايطاليه ضد نادي اودينيزي. اذا ما تحدثنا بشكل سريع عن الفريق المستضيف في مباراه اليوم حسب المعطيات بداية ممتازة للفريق، كل الأمور تسير في اتجاه صحيح. أغلب المتفائلين قبل بداية الموسم ما كان يتوقع هذه البداية القوية للفريق، لكن الآن مع المشاركة بدأ التفكير فيما هو أكثر من المشاركة في كأس الأبطال. كيف هذا بعد في ثلاث مباريات سجل ممتاز بالنسبة له، لعبها فريق نانسي يأمل بأن يحقق الانتصار اليوم كما تحقق في اللقاء الأخير اللي خاض خارج ملعبه ضد فريق ديجون. الفوز الساحق في المباراة السابقة بأربعة أهداف بدون رد يجعل الفريق مرشح فوق العادة للخروج بالفوز من هذه المباراة. ميلانو لازيو يا حبيب. تشكيلة نادي اي سي ميلان في مباراة اليوم، الفريق راح يلعب بتشكيلة 4-3-3 الطريقة التقليدية واللي يعتمد فيها على الفريق على الأجنحة. يتقدم فيه بيرسل الكرة، حكم الرأي يشير إلى ضربة ركنية. لم تنجح محاولة، مستحيلة هذه الكرة، العارضة بتخل تسديدة. هدف واحد صفر. تقدم سريع يأتي، مباراة تبدأ برتب عالي، أجواء مثيرة، أوكي عادي عادي كبيرة من البداية. سنشاهد الآن ماذا نبيل فقير ولعب الشوت، يهدر فرصة بتصويبة بعيدة عن نبيل فقير يلعب على هجوم من اي سي ميلان. بويني بويني هاي تسديدة، ضربة ركنية حلو. وكاكاسيني يا الله يا الله يا الله، يا سلام عليك الله عليك الله عليك يا أندي سيلفا، الله عليك يا أندي سيلفا. نشاهد في العادة كيف جاء الهدف بتحضير تكتيكي مثالي. هنا الإعادة، شوف قيمة التمركز أثناء اللعبة الركنية، رأسية ممتازة مباشرة في المرمى. ممتازة يا حبيبي، ممتازة. هدف تعديل الكفة، التعادل إيجابي والكرة تستمر في الملعب، هذه تصويبة. وكذلك خطيئة خطيئة خطيئة، بويني بويني عظية فايخو. 2-1 2-1 فايخو يسجل الهدف الثاني للإيسي ميلان، فايخو يسجل 2-1. كان هدفا جميلا بعد بناء الهجمة بشكل ممتاز، انتهت الكرة في المرمى. هذه الكرة العرضية، هذه الكرة التي كانت في الطرف الأيسر، لكن شوف الاستغلال، شوف وضع الكرة في الشباك. هذه اللقطة، هذه الإعادة. ألينا 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 بويني الله عليك، وقعت تسديدة لكن الحارس بويني لعبت بويني لعبت لأندري سيلفا أندري سيلفا أندري سيلفا، وكا هلاينا يختم الثالث 3-1. فارق الهدفين في المباراة، بالتأكيد المباراة لم تنتهي، حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا لأن الهدف الثالث لألينا في الموسم. من قبل المباراة كان متوقع ان نشوف مباراة من طرف واحد، الفريق ينجح في ترجمة سيطرته على مجريات هذا اللقاء الى هدف مستحق. النتيجة الان 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود الى نقطة البداية. اوكي صفرة الحكم تنجح، مستحيلة هذه الكرة، العارضة بتخطف تسديدة يا رب.
3-1 الشوط في 4 أهداف. ميلان نجح في التفوق في نبيل فقير. نبيل فقير والان يدخل لاعبين من لا 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 تدخل يبعد الكرة وكا لكن تسديد لكن الحال تسدد سعداء بما تحقق يحتفلون يغنون يرسل الكرة مستحيل حارس المرمى يتصدى لهذه الكرة الهجمة لا تتوقف مع ضربة ركنية كرة قصيرة تدخل والكرة بتروح كرة بتتخلص بشكل ممتاز اوكي تنتهي المباراة 3-1 هنشوف كيف الهدف مستحيل هذه الكرة العارضة بتخل تسديد ركنية تنفذ في القائم يتصدى فرصة هدف مضي تعادل يأتي يا سلام على الكنترول تحكم في الكرة ينطلق فيها للأمام أندريس سيلفا فرصة هدف كيف كيف طوى جماعة دربوا وفايخ جاب من 79 وكاترون جاب من 76 ولوكاتيلي جاب من 75 أفن لوكشو جاب من 80 كان حاليا احط معاقبين اوكي دايما الناس طلع انا وصلت فكت عجبك لا تنسى تسلك سبسكرايب كل في الشيء كمان كمانكو مع السلامة